لقد تجاوز هذا النظام كل الخطوط الحمراء الدينية والوطنية والأخلاقية والعرفية والعالمية، وطال بأسلحته الصغار قبل الكبار، والنساء قبل الرجال، والشيوخ قبل الشباب، ولم تسلم منه المزارع والمساكن، بل ولا المساجد والمآذن. وهو بهذا قد استحق وصف الإجرام قول الله: إنا من المجرمين منتقمون. أيها الأحبة الكرام، إن من سنن الله تعالى التي لا تتخلف أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، فمن يقتل الأبرياء مصيره القتل عاجلا أو آجلا، ومن يزني الأحرار ويهين الكرام ويختطف جثث الشهداء فسيعذبه الله جزاء وفاقا، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يذل شعبه فسيذله الله، ومن يهين الأحرار فسيعاقب بالذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب أليم بما كانوا يمكرون. أيها الأحرار، أيتها الحرائر، بماذا يخوفكم هؤلاء المجرمون؟ فلقد جربوا ضدكم كل أساليب الترغيب والترهيب، جربوا الحصار الخانق في ضروريات الحياة من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية، جربوا جميع أنواع الأسلحة ابتداء من الرصاص الحي وحتى قذائف المدافع، جربوا التضليل الإعلامي والتدليس والكذب وتزييف الحقائق، جربوا كل ذلك وغيره فلم يفلحوا ولن يفلحوا بإذن الله رب العالمين، وليس أمامهم إلا الرحيل غير مأسوف عليهم. ولست أبالي حين أقتل ثائرا، فللشعب بعدي عزة وتمدن، وكل شهيد ذاع في الناس صيته، وللقاتل السفاح قيد ويسجن. أيها الأحرار الأماجد، أيتها الحرائر الماجدات، إن ثورتكم قد جاوزت 9 أشهر، وأنتم اليوم في جمعتكم 40، وإنكم على موعد من الله لن يخلفكموه، وسيتم الله عليكم نصره، وسيمن عليكم بالحرية وبالرخاء بعد الشدة، وباليسر بعد العسر، وبالأمن بعد الخوف، فكونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم، أن هناك شيئا ينتظركم ليبهركم وينسيكم مرارات الألم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إذا النائبات بلغن المدى وكادت تذوب لهن المهج، وحل البلاء وزاد العناء، فبعد الكروب يجيء الفرج. الحق هو الباقي وهو المنتصر في الأخير. لقد انتصرت ثورة تونس وثورة مصر وثورة ليبيا، وستنتصر ثورة اليمن بإذن الله تعالى. واسمعوا الله يقول: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أيها الإخوة والأخوات، بعد هذا التذكير والتنوير والتأكيد والتبصير، آن أوان توجيه الرسائل وتبيين المسائل. فأول رسالة نوجهها لمن لا يزال يقف في صف النظام وفي سبيل المجرمين، إما بقتل أو قطع طريق، أو بسكوت وصمت يعجز حتى عن التعويق، نقول لهم: إن المجرمين سيتبرؤون منكم في الدنيا قبل الآخرة، بل وسيقدمونكم قرابين فداء من أجل مصلحتهم ورجاء نجاتهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.